السلام عليكم متتبعات قناة ألوان سيمان، مرحبا بكم في القناة. أتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. البنات تكونوا بخير وعلى خير. بعد ما ختمت معكم الجزء الأول والجزء الثاني، وصلنا دابا للجزء الثالث، غنكملوا الطريقة ديال هاد الزواقة. بالنسبة للبنات اللي كيسولوني على هاد الكروشي منين شريته، أنا البنات هاد الكروشيات جاوني كادو من برا. هذا جاني من خويا، صيفطوا لي من هولندا، وهذا خويا اللي في اسبانيا. كنقول لهم من هذا المنبا شكرا بزاف، ربي يحفظكم ويخليكم لينا وينجيكم من هذا الوباء. دابا البنات غندوزو التطبيق ديال هذا الموديل الجزء الاخير. خصني نثبتو في اخر فتحه فيه في هذا الدرس، كندخل فيه كنثبت بغرزه حشو يجي مقاد، ثم كنقطع الخيط البنات، كنقطع الخيط هذا الخيط كيتدفن، كندخلو البرا وندفنو بين هاد الخدمة باش ما يبانش. دابا ها هي الخدمة، هنا البدية ديال نص الطوق، وهنا الفتحة ديال العنق. دابا غناخدو هادي هاد السطر من الدرس، نفس الشيء البنات غنجمعو مع هاد نص الطوق حتى هو بنفس الطريقة. دابا المرة الأولى بدينا من هاد الجهة، دابا غنبداو من هاد الجهة، غنبداو نجمعو عاوتاني بنفس الطريقة. هاد الراس هنا راه البداية ديال نص الطوق، هاد الراس غنجمعو مع هاد اللول ديال هاد الدرس، وهاد الراس غيجي في هاد الفراغ. هاد الفراغ غيجي على الراس ديال الصدر ديال الدرس، وهاد الراس غيجي على هاد الفراغ. دائما كنحاول هاد الفراغ يجي فوق الراس ديال الدرس. بهاد الطريقه غنخدم معكم ان شاء الله، غنكمل ونرجع معكم. راه وريتكم الطريقه. دابا البديه غتكون من هاد الجهه، هاد الراس غيجي على هاد البداية ديال هاد الدرس. هنا بين هاد الدروسة كنخدم بيناتهم بغرز حشو خمس سلسلة، غرز حشو خمس سلسلة بهاد الطريقة حتى نكمل. هنا البنات بعد ما جمعتو من هاد الجهة الثانية بهاد الطريقة، أربع خمس سلسلة غرزة حشو، خمس سلسلة غرزة حشو، حتى وصلت لهنايا هاد الفتحة، راه فتحات العنق البنات هنايا من هاد الجهة، هادي كندير ليها فتحة العنق. ها الخدمة البنات خصها غير تصلح وتقاد وتجبد مزيان. موديل جديد، نتمنى يعجبكم البنات، ساهل وبسيط، عبارة غير عن الدرس كتخدمي وكتجمعيه، تبعو غير الخطوات غيجيكم ساهل. هاد الخيوط البنات ضروري يدفنو في الخدمة. دابا غنصلحها ان شاء الله ونرجع معكم باش نخدمو الدرس اللي في الجنب. ها هو البنات بعد ما دفنت الخيوط اللي هنايا واللي من هنايا وصلحتو جمقاد، ها هو الوجه ديالو البنات، ها هو الوجه ديال هاد الخدمة، وها الداخل ديال الخدمة، الداخل ديال الخدمة وها الوجه البنات. انا خديت المقلوب الكروشي راه قلبتو، اللي ما بغيتوش هاد الطريقه تقدروا ديروا هنا الوجه اللي عجبكم البنات. انا عجبني هاد الشكل بهاد الطريقه، طريقه سهله وبسيطه البنات، تبعوا غير الخطوات غتجيكم سهله. دابا غنجي باش نخدم معكم الدرس اللي في الجناب. بعد ما كملنا البنات هاد نص الطوق، دابا خصنا نزوقو الجنب ديال هاد نص الطوق. دائما الخيط على ثلاثة الشعرات، كنجي
جهة الفتحة ديال العنق، كنبدا من هاد الجهة هاد البلاصة، كنثبت الخيط، خيط كندير العقدة، نفس الفتحة كنخرج واحد السلسلة، كنخدم جوج سلسلات، كندخل في الفتحة الموالية ثم ارتفاع ديال سلسلتان، غنبدا نخدم المربعات المائلة، هم الثاني الثالث الرابع، غنخدم المربعات المائلة في هذا الجنب، غنشوف القياس ديال هاد المتكية وندخل في هاد البلاصة ونخدم غرزة حشو، ثم ارتفاع ديال سلسلتان، وكنرجع مورا غرزة حشو، اللور ديال غرزة حشو هاد الفتحة كندخل فيها، كنخدم ثلاثة الأعمدة زائد الارتفاع ديال سلسلتان، كيولي عندي أربعة أعمدة، شال لي الخيط، تسرب عندي دابا غير جوج أعمدة، غنزيد العمود الثالث باش يولي عندي أربعة أعمدة، كنشوف العبار ديال هاد المتكة وكندخل في هاد الفتحة غرزة حشو، ارتفاع ديال سلسلتان، كنرجع مورا هاد غرزة حشو هاد الفتحة، كنخدم ثلاثة الأعمدة زائد الارتفاع ديال سلسلتان، كيولي عندي أربعة أعمدة بهذا الشكل، ثم كناخذ العبار ديال هاد المتكية وكندخل في الفتحة الموالية، ارتفاع ديال سلسلتان، وكنرجع مورا هاد غرزة حشو، كنخدم ثلاثة أعمدة زائد ارتفاع ديال جوج سلسلة أربعة أعمدة، كندير العبار ديال هاد المتكية وكندخل غرزة حشو، كنثبت بغرزة حشو بهاد الطريقة حتى ندور الدورة تسير كاملة حتى نوصل لهنايا البنات، هاد البلاصة غنخدمها معكم باش تجيكم متساوية مع هاد الجنب، نوصل نخدم حتى نوصل ديك البلاصة ونرجع معكم. هنا البنات بعد ما خدمت هاد الدرس ديال المتكي اللي في الجنب حتى وصلت لهاد البلاصه هنا البديه ديال نص الطوق، هاد في كنخدم متكيه من هاد الجهه، ثم كنجي القدر ديال اللي غيجيني عليه هاد المتكيه، كنعبر بهاد المتكيه، كندخل غرزه حشو، ثم ارتفاع ديال سلسلتان، كنرجع مورا هاد غرزة حشو، كاين كنرجع مورا هاد غرزة حشو هاد الفتحة، كنخدم ثلاثة الأعمدة، عمود الثاني عمود الثالث بهاد الطريقة، ثم كنجي مباشرة هنا المنتصف بين هاد جوج دروسة، شالي الخيط، نعاود باش نخدم العمود الثالث والرابع، ثم كنجي مباشرة كما كتلاحظوا البنات هنا الدرس وهنا الدرس، هنا فين لقيتهم كنجي لهنا المنتصف، كنخدم غرزة حشو، الارتفاع ديال سلسلتان، وكنجي كنرجع مورا هاد غرزة حشو، كنعمر بثمانية غرز ثمانية أعمدة، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة
8 بهذه الطريقه. ثم كنخدم واحد السلسله وكنرجع لنفس البلاصه نفس الفتحه وكنخدم غرزه حشو ثم الارتفاع ديال سلسلتان وكنرجع فين درت ديك السلسله هاد الفتحه كنخدم اربعه اعمده مورا ديك غرزه حشو اربعه اعمده ثلاثه اعمده زائد ارتفاع ديال جوج سلسله باش يكون لي عندي هاد الشكل. دابا غنجي كنعبر على هاد المتكي كنخدم جاني في هاد البلاصه في هاد الفتحه كنثبت غرزه حشو ثم ارتفاع ديال سلسلتان كنرجع اللور ديال هاد غرزه حشو كنخدم ثلاث اعمده ثم كنجي نفس العبار كنخدم في هاد تبت بغرزه حشو. دائما البنات في هاد الجهه دائما كنحاول المتكيات اللي العدد المتكيات اللي هنايا يكونوا على هنايا هاد في هاد السطر يقد يجي الاعداد ديال هاد المتكي من على هاد السطر يجوني نفس العدد من هاد الجهه. دائما كنعبر عيني ميزاني العدد اللي عندي هنايا يكون عندي هنايا. دابا غنكمل المتكي عاديه حتى نوصل الاخر ديال نصدق من هنايا نكمل ونوريكم الشكل. ها هو البنات الشكل النهائي بعد ما خدمناه خدمت المتكي على الجنب وريتكم الطريقه كيفاش تخدموا هنايا باش يجيكم على هذا الشكل. البنات موديل زوين شكل جديد كما تعودنا دائما كنديروا الكوزات فضلت ندير هذه الطريقه انا. البنات هنا هو الوجه ديالو انا قلبته بالمقلوب والنجا زوينه البنات عجبني بهذه الطريقه. هنا هو الوجه ديال الاصلي ديال الكروشيه اللي انا درته بالمقلوب هنا راه لداخل ها الوجه ديال هاد الخدمه بهذه الطريقه. نتمنى يعجبكم ولا عجبكم البنات دعمونا بلايك وكومونتير باش تشجعونا باش نزيدوا القدام ان شاء الله. نتمنى البنات هاد زوقتنا الاعجاب ديالكم ودعمونا بلايك وكومونتير واللي مازال ما اشترك يشترك ويفعل الجرس باش يوصلك الجديد والى اللقاء.